Now, mention the place, the speakers, and the language function in each of the following two mini dialogues. I, I think, Speaker Abiul, I think there is a leak of some kind. Fi The speaker Bbiul, well, let's go for a space walk and examine the equipment, probably. I think, let's go. the place speaker A, speaker B, and the function. البلس place هيطلع A at a space station. طب speaker A astronaut رائد right فضاء. Speaker B a colleague زميل في العمل. The function بتاعنا هو inquiry or reply to the inquiry أو deduction, deducing بيعمل استنتاج والتاني بيعمل suggestion اقتراح. What's wrong with your cat? قطتك مالها؟ قال له it can't move and it doesn't eat well. لا بتتحرك ولا بتاكل كويس. قال له let me examine it. خلاص عرفنا ان واحد واحد واخد قطه ورايح عشان يكشف عليها. فاكيد عرفنا place speaker A, speaker B and function. البليس طلع at a pet clinic. طب مين اللي بيتكلم speaker A؟ the vet اللي هو الطبيب البيطري. Speaker B بيبقى the cat owner. ده بالفانكشن inquiry and reply. What's wrong with your cat? ده استفسار. any reply. Another conversation بيقول له I suppose there must be species under threat up here في بعض الفصائل مهدده بالانقراض. Only a few species of birds including a real kind of eagles نوع معين من الفصائل بتاع الطيور بما فيهم a real kind of eagles يعني نوع نادر من النصور place speaker A speaker B and function place at the zoo حديقة الحيوان طب speaker A zoo visitor زائر لحديقة الحيوان هو speaker A speaker B بيقول the zoo keeper حارس حديقة الحيوان طب ده بيعمل ايه؟ ديدوسينج والتاني بيعمل كونفيرميشن ديدوسينج بيستنتج والتاني بيأكد الاستنتاج ده. Choose the correct answer from A B C or D. Space can be used to generate electricity from the falling water. حاجة بتستخدم لتوليد الكهرباء من الفولينج ووتر من المياه المتساقطة. ما تنساش إن في مفتاح في البردو في الجمله فولينج ووتر مياه متساقطه تعال نشوف اللي هو الاوبشنز اللي مديهاني مديني كاتراكتس ويلز فاوندينز اند سبرينجز اه ده في شلالات وفي ويلز ابار ونافوره وسبرينجز معناها ينابيع طبعا الابار والنافوره والينابيع المياه بتنزل من تحت بتطلع من تحت لكن الشلالات هي المياه بتبقى منين؟ من الفولينج ووتر من المياه المتساقطه وبالتالي ذا انسر از كاتاركتس cataracts كان بي يوزد تو جنريت الكتريسيتي فروم ذا فولينج ووتر واحنا قلنا حتى لو مش عارف معنى كلمه cataracts بس انت عارف معنى كلمه ويلز وفاونديشنز وسبرينجز دي ويلز ابار نافوره وبعدين ينابيع ودي موجوده في الوحده الثالثه ف اذا الحل هو كاتراكتس لان المياه بتبقى فولينج ووتر متساقطه من فوق the USA space a new spaceship that would revolve around the moon launch launches launched ولا launching طيب أيه هو هنا بيسال عن الجرامر بتاع الجمله هي the USA خلاص الكلام في الماضي ان في عندنا كلمه would كمان فعايز التنس فين تنس الماضي اللي هنا الباست سيمبل اللي عندنا لونشد The USA لانشيد a new space ship that would revolve around the moon. They space the area around the pyramids searching for artifacts. هم بيعملوا ايه في المنطقه اللي حول الاهرامات في البحث عن القطع الاثريه؟ اكسبلورد يستكشف Excavated ينقب ولا إكسبوز يتعرض الى ولا exchange دي يغير طبعا دي برضو فوكاب دي كلمات فاذا الحل الصح بتاعي هو exaggerate ودي واخدناها في الوحده الخامسه they exaggerate the area around the pyramids searching for artifacts for most people the space of space holidays is so high هل اقول price السعر ولا cost التكلفه ولا كارنسي العملة ولا ماني الفلوس هو طبعا أنا مش بشتري الرحلة ده أنا بدفع تكلفتي أنا في الرحلة ف the, the answer is the cost for most people the cost of holidays is so high she was in a critical situation هي في موقف صعب جدا it is space easy for her must have been can't have been ولا must be ولا كانت بي؟ ما دام هي في موقف صعب يبقى العمليه سهله بالنسبه لها ولا صعبه؟ طب عشان اقول ان هي سهله تبقى اكيد سهله ولا استحاله؟ طبعا هتبقى استحاله. طب الكلام في زمن ايه؟ ما مديني واحده مضارة وواحده ماضي في الاستحاله. اه الكلام في الباست طب لي شي واز اذا ذا بيست انسر از اه it can't have been. She was in a critical situation. It can't have been easy for her. space she realized that he telling the truth. هي أدركت إنه قال الحقيقة. frequently, consequently, currently ولا gradually. آه عايز أقول إنها gradually بالتدريج هي أدركت she realized that he telling the truth. I was warned أنا حذرتا drive too fast أقول not to ولا أقول didn't ولا أقول don't ولا قلتو تو طبعا انا حذرت ان انا اسوق بسرعه ولا ما اسوقش بسرعه فلازم يكون في نفي طب النفي الصح بتاعي هنا not to drive too fast some children prefer to build space on the beach citadels room castles ولا facilities بعض الاطفال بيفضلوا انه يبدوا ايه على الرمال عايزين نقول قلاع طب القلاع دي وهمية ولا حقيقية؟ طبعا قلاع وهمية. سيتيدلز قلعة حقيقية بيكون معاها اسم صاحب القلعة محمد علي سيتيدلز صلاة الدين سيتيدل قايد باي لكن كلمة كاسل هنا قلعة وهمية. هتقول لي طب احنا عندنا في القصة بريزنر اوف زيندا في عندنا كاسل اوف زيندا. هي القصة كلها فيكشنال ستوري قصة خيالية وبالتالي القلعة الموجودة هناك قلعة خيالية. فعشان كده the best answer is castles. Some children prefer to build castles on the beach. It's ages, space. I lost saw hair. اه في عندنا when ولا since ولا for ولا ago. لما يكون في اتس وبعدها مدة زمنية وبعدين في أداة ربط وبعد الأداة الربط جاي ماضي بسيط هتبقى since على طول. فنقول it's ages since I last saw her. Newspapers space that Agatha Christie had done some exhibition طب هنقول هنا are reported ولا is reported ولا were reported ولا reported. طب الجمله هنا active ولا passive في النص؟ Newspaper that هنقول لما يكون في فاعل وذات في النص بنجيب active لكن لو في it وذات في النص بنجيب باسيف طب لو في فاعل وتو في النص بنجيب باسيف دلوقتي في فاعل وذات طبعا سمعكم بتقولوا صح كده يبقى ريبورتد نيوز بيبرز ريبورتد ذات اجازا كريستي هاد دون سم اكزيكيوشن اي لوست ماي كي اند اي دونت هاف ان سبيس 1 لما يكون ضاع مني المفتاح وانا معيش ايه سبير ولا اديشن ولا اكسترا ولا سبير طبعا انا ببص في كلمه سبير واكسترا هي كلمه الفرق بين سبير معناها احتياطي لكن اكسترا معناها زياده ومش مهم يعني لو انا معايا ثلاثة الام يبقى القلم اللي بستخدم بيه بتاعي في واحد فيهم سبير اللي هو الثاني الثالث بقى بيبقى ايه اكسترا فطبعا لما يكون في مفتاح مفاتيح البيت لازم يكون في في البيت واحد ايه سبير اه فذا رايت انسر از سبير I lost my key and I don't have a spare one. How space luggage do you have? اللي two two handbags. هنقول ميني ولا ماتش ولا فور ولا اولد؟ طب انا بص الاول ماليش دعوه بالاجابه اللي هي تو هاند باجز ماليش دعوه بيها. انا عندي how space luggage. luggage دي معناها امتعه السفر ودي اسم لا يعد. ما دام اسم لا يعد ياخد ايه على طول؟ طبعا ياخد ماتش. يبقى هاو ايه؟ هاو ماتش؟ طب ازاي اداني هو تو هاند باجز؟ ما هو مديها عشان يغلطني. عشان انا اغلط واقول هاو ميني؟ انا ماليش دعوه بالاجابه. السؤال هاو سبيس لاجج؟ يبقى هاو ماتش لاجج؟ هاو ماتش واتر هاو ماتش كوفي؟ To everyone's space, the spy leader turned out to be the shy Mrs. Sprott. Surprise, surprising surprised ولا Astonished. اه uh, احنا عندنا هنا apostrophe s اللي جاي بعد كلمه everyone يبقى عايز اسم دي apostrophe s الملكيه لكن الاسم اللي عندنا هنا هو كلمه surprise to everyone surprise the spy leader قائدة الجواسيس turned out to be the shy mrs Sprot. all the books space by Najib mahfouz were translated into other languages عايز اقول كل الكتب التي ترجمت لنجيب محفوظ او التي كتبت بواسطه نجيب محفوظ ترجمت الى لغات عديده هقول روت ولا رايتس ولا ريتن ولا وير ريتن طبعا بدنا اقول باي نجيب محفوظ يبقى جمله باسف باسف يعني عايز فيرب تو بي وتصريف ثالث بس في اداه ربط متشاله ويتش لو مفروض ويتش موجوده تبقى ويتش وير ريتن طب ويتش مش موجوده يبقى اذا وير برضو فيرب تو بي مش موجوده واخد مين واستبقى على التصريف الثالث بس يبقى الحل بتاعي all the books written by نجيب محفوظ were translated into other languages now energy can be ممكن الطاقة نعمل بها ايه and stored وتخزن هقول hold تتمسك caught ولا arrested ولا captured اه احنا عندنا بقى في المنهج energy can be captured and stored نحصل عليها I think أحمد space high marks he studies well will get ولا well is getting ولا well is going to get ولا كلمة gets ده تنبؤ مستقبل بناءً على دليل هو فين الدليل؟ he studies well ده الدليل بتاعي وعشان كده أنت بي بي بتستنتج أو بتتنبأ إن أحمد هيجيب درجات عالية مستقبل بناءً على دليل يبقى لازم ناخد فيه going to plus infinity I think Ahmed is going to get high marks. He thought as well. Now find the mistake in each of the following then write it correctly. She refused to leave until he came. قعد هنا في قاعده until بس until لابد يكون في قبلها نافيه طب she refused to leave يعني she didn't leave طب ان... اذا كان until قبلها ماضي بسيط منفي فلازم يكون بعدها ماضي تام طب الماضي التام بقول لي هي كام لا دي غلط المفروض تبقى ماضي تام الماضي التام بيكون من ايه اه هاد وتصريف ثالث يبقى she refused to leave until he had come يبقى اذا until بيكون قبلها نفي لان في لو في الماضي يبقى didn't wasn't weren't واحيانا النفي في المعنى زي كلمه she refused to leave give me light to make a fire طب ده هنا في كلمة لايت، طب لايت دي معناها إيه؟ أنا عارف إن كلمة فاير نار، طب إديني إيه عشان أعمل نار؟ ده لايت دي معناها نور، إديني نور عشان أعمل نار ولا إديني ألايت ولاعة؟ جيف مي ألايت تو ميك أ فاير. He doesn't use a computer. هو مش بيستخدم الكمبيوتر. He is old fashioned أنا عايز أقول هو موضة قديمة. طب موضة قديمة مش old فاشون أمال اسمها إيه؟ Old fashioned. That's right old fashioned موضه قديمه لان انا عندي fashionable معناها واحد على الموضه او stylish عكسها old fashioned لكن fashion لوحدها معناها موضه لكن موضه قديمه اسمها old fashioned I have a 10 minutes break between my study sessions انا باخد 10 دقايق راحه بين الاعداد بتاع المذاكره بتاعتي طب ايه المشكله المشكله ان كلمه 10 minutes عدد ومعدود طب ما هي المعدود ما العدد وجا بعديه معدود والمعدود اهو صح بس هم دول صفه للبريك لو كان في اخر الجمله كده هقول 10 minutes لكن هي واقعه فين واقعه بعدها اسم اذا العدد والمعدود بيبقى صفه للاسم والصفات في الانجليزي لا تجمع فعشان كده نقولها ايه that's right i have a 10 minute break between my study sessions she didn't seen for a week people think She has gone missing. هي هي ما شافتش، طب ما شافتش مين لمده اسبوع. المفروض اقول ان هي اللي ما شافتش، يبقى الجمله مبنيه المجهول كده. طب الكلام في زمن ايه؟ Didn't see في الماضي، فلازم نجيب was aware، اقول she wasn't seen for a week، people think she has gone missing. Don't use of all the water. We are still thirsty. عايز اقول ما تستهلكش كل الميه. إحنا ما زلنا عطاشة طب كلمة use of دي مش معناها يستهلك. امال يستهلك معناها إيه? That's right. Don't use up all the water. We are still thirsty. Answer the following question. Describe the castle of Zenda. عايزين نوصف قلعة زندا. وده سؤال مهم جدا في الامتحان. Well, it was very old but well built. there was a moat all around it. behind it was a large modern mansion. it could only be reached by a drawbridge between it and the mansion. it was well defended. why have the rasendel family been interested in the elfaberg family? Because in 1733, Counts Amalia, Rasendil married a member of the Rotania royal family, the Elverberg. Who did the poor of Stralsu support, and why? They support Duke Michael. they didn't like the king, and they didn't like the things like the same. Duke Michael gave them hope for Peter life.. Which Michael gave them hope for better life. The cake that the king ate at Hunting Lodge had a very bad effect on him. Explain that. His face was red, and he was breathing heavily, with His pulse was weak and slow. Read the following quotation and then answer the questions. Let's hope we are all alive tonight. يا رب كلنا نبقى عايشين النهارده. Who said this to whom? Connell said this to Rudolf Rassendel. Why did the Speaker hope they were all alive that day? Because Turk Michael might kill them and the real king in haunting Lodge. Where was they said? كلام ده 2000. was said on the train going to stralsund. find the correct mistakes in each of the following sentences. stralsund was the capital city of ruritania. rich people supported the king because he liked the food. rich people supported the king because they had lived well under the king's father. and they knew that nothing would change. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Don't worry, I'm sure expect them again soon. You see, you are seeing, you will see, you are going to see. طب هنا في I am sure كلمة دل على إيه؟ That's right. كلمة دل على well. لأن إحنا من عندنا well و going to <todic> و present continuous or present simple معبر عن المستقبل. هو مديني معظم دول او مديني كل دول بس في عندي كلمات داله اي ام شور sure. فعندي كلمه سون اي دي داله على الفيوتشر بصفه عامه بس اي ام شور لان ما دليل فبتاخد ويل والمستر wanting friends طلب الصداقه او طلب الاصدقاء is part of human space nature ولا conflict ولا well ولا life طب دي طبيعة بشرية ولا صراع بشري؟ لا طبعا دي طبيعة بشرية فتبقى هيومن نيتشر السنة اللي فاتت لما جاء في الامتحان جاب لي كلمة هيومين وضاف عليها إيه؟ لا هيومين دي معناها طيب وودود لكن هيومن نيتشر معناها طبيعة بشرية They have just received this photo as an email space. لسه مستلم الخط الصورة دي على إنها إيه من الإيميل. Post, attachment, letter ولا كلمة part؟ لا احنا خدنا في الوحدة الرابعة بتاع يحيى حقي في حاجة اسمها ايميل ايه؟ attachment مرفق من مرفقات الايميل. They have just received this photo as an email attachment. Lighting is a dangerous but natural space. البرق والرعد خطير بس ايه حاجة طبيعية؟ فينومينا ولا response ولا إكلابس ولا عندي فينومينون؟ اه هي كلمه فينومينون. طب فينومينون دي ايه؟ اه فينومينون دي مفرد. Lighting is a dangerous. ولكن فينومينا دي جمع. She didn't see her brother this morning. هي ما شافتش خالها النهارده الصبح. هي بتستنتج ان هي نقطت ذا فلات very early. must have left ولا must leave ولا can't have left ولا can't leave. هو مشي بدري يبقى اكيد ده ما شافتوش طب اكيد يعني must طب ماست بريزنت ولا must في في الباست لا في الباست ليه لان هو هي ما شافتوش didn't see her brother فتبقى must have left she didn't see her brother this morning he must have left the flat very early اكيد مشي بدري That plant has been spaced so that it gets lots of light. النبات ده ايه؟ علشان يحصل على ضوء كويس إكسبلورد raised ولا positioned ولا put لا طبعا الإجابة الصح هي positioned يوضع في مكان لغرض ما كلمة position دي لكن بوت يتحط بس ريز يترفع بس ولكن النبات عشان يحصل على gets lots of light يبقى لازم has been positioned Minna's mother asked her where space she had been ولا had she been ولا has she been she has been الجملة محولة ل ال indirect أنا عندي asked وبعد asked جه أداة الربط بتاعتي لازم الجملة تبدأ بالفاعل طب عندي الفاعل اتنين she had been و she has been لا لازم مادام asked في الباست يبقى لازم الفعل بتاع الجملة محاول لإما باست لإما باست بيرفكت تمام تطلعتوا الإجابة الصح كده تبقى She had been Mina's mother asked her where she had been Don't worry, I'm sure, it's with them again soon You see You are seeing You will see You are going to see طيب هنا في I am sure كلمة دل على إيه That's right كلمة دل على will لان احنا من عندنا ويل وجوينج تو والبريزنت كونتينوس والبريزنت سمبل معبر عن المستقبل هو مديني معظم دول او مديني كل دول بس في عندي كلمات داله اي ام شور sure. في عندي كلمه سون اي سون دي داله على الفيوتشر بصفه عامه بس اي ام شور لان ما دليل فبتاخد ويل والماستر wanting فريند طلب الصداقه او طلب الاصدقاء is part of human space nature ولا كونفليكت ولا ويل well ولا لايف طب دي طبيعه بشريه ولا صراع بشري لا طبعا دي طبيعه بشريه فتبقى هيومان نيتشر السنه اللي فاتت لما جاف في الامتحان جاب لي كلمه هيومين وضاف عليها ايه لا هيومين دي معناها طيب وودود لكن هيومان نيتشر معناها طبيعه بشريه They have just received this photo as an email space. لسه مستلم الخط الصورة دي على إنها إيه من الإيميل. بوست اتاتشمنت ليتر ولا كلمه بارت لا احنا خدنا في الوحده الرابعه بتاع يحيى حقي في حاجه اسمها ايميل ايه اتاتشمنت مرفق من مرفقات الايميل they have just received this photo as an email attachment lighting is a dangerous but natural space البرق والرعد خطير بس ايه حاجه طبيعيه في نومنا ولا ريسبونس ولا اكلابس ولا عندي فينومينون اه هي كلمه فينومينون طب فينومينون دي ايه اه فينومينون دي مفرد لايتنج از ا دينجرس ولكن فينومينا دي جمع شي didnt see her brother this morning هي ما شافتش خالص النهارده الصبح هي بتستنتج ان هي نو ار ذا فلات فيري ايرلي ماست هاف ولا ماست ليف ولا كانت هاف ليفت ولا كانت ليف هو مشي بدري يبقى اكيد بدل ما شافتوش طب اكيد يعني ماست طب ماست بريزنت ولا ماست في الباست لا في الباست ليه لان هو هي ما شافتوش didnt see her brother فتبقى must have left she didnt see her brother this morning he must have left the flat very early اكيد مشي بدري that plant has been spaced so that it gets lots of light. النبات ده محتاج ايه؟ علشان يحصل على ضوء كويس. Explored, raised, ولا positioned, ولا put. لا طبعا الإجابة الصح هي position. يوضع في مكان لغرض ما. كلمة position دي. لكن بوت يتحط بس. ريز يترفع بس. ولكن النبات عشان يحصل على gets lots of light يبقى لازم has been positioned. منى's mother asked her where space she had been ولا had she been ولا has she been she has been الجملة محولة ل ال انا عندي asked وبعد asked جه أداة الربط بتاعتي لازم الجملة تبدأ بالفاعل طب عندي الفعل اتنين she had been و she has been لا لازم مادام أسكت في الباست يبقى لازم الفعل بتاع الجمله محول لاما باست لاما باست بيرفكت تمام تطلعتوا الاجابه الصح كده تبقى she had been منها's mother asked her where she had been she promised she not me as soon as the plan landed هي وعدتني هي ايه بس خد بالكم ان في as soon as تعالى نشوف كده will phone ازاي as soon as يكون بعدها بست سمبل وقبلها will والمصدر فلازم تتحول بقى will دي لمين؟ هنشوف دلوقتي الاجابه الصح اه هتبقى would phone يبقى he promised she would phone me as soon as the plane landed. If you space earlier you wouldn't have missed your train. قاعده اف اداه الشرط اف طب هو بيسال عن فعل الشرط ابص لجوابه. wouldn't هاف وتصريف ثالث الحالة الثالثة من اف. فلازم الاختيار بتاعي يكون هاد وتصريف ثالث. طب نشوف كده هو مديني اتنين ولا واحدة؟ هاد لفت ايوه اه مديني هاد لفت وهادنت ليفت يبقى ارجع للمعنى بقى. هو بقول لي يو وودنت هاف missed ما كانش زمانك فاتك القطر. معنى كده انه فاته القطر. يبقى هو ايه بقى؟ ذاتس رايت. اف يو هاد لفت earlier لو انت كنت مشيت بدري معنى كده انه ايه؟ انه ما مشاش بدري. You wouldn't have missed your train، ما كانش فاتك القطر، معنى كده انه ايه؟ انه فات القطر. يبقى لما بيديني اثنين واحدة فيهم مثبتة واحدة من أرجع أشوف المعنى تاني. Thank you my dear friends. I wish you the best of luck. Goodbye.